السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أسامة من قناة دراغون. كما العادة بعد كل سحبة نرجع إليكم بفيديو أقوى من السابق، واليوم رجعت بأقوى سلسلة بالقناة، سلسلة توب لابتوبز لسنة 2020، وسوف أقدم لكم أفضل 5 لابتوبات لا تتعدى 7 ملايين. وبمناسبة لأعزائنا الطلبة وكذا جميع الفئات، لذا لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك والاشتراك ليصلك كل جديد. لا ندخل في صلب الموضوع، أريد أن أوضح أن أسعار الأجهزة تختلف حسب المواصفات التي تأخذها بجهازك، وثانيا أنا أفضل هذه الفئة السعرية من الأجهزة لأدائها الطبيعي والمتوسط مقارنة بالأجهزة الضعيفة ذات السعر المتدني. يعني باختصار أصبر وأشري حاجة تناسبك. الافتتاح راح يكون مع Acer A15. أعتقد أنني ذكرت هذا اللابتوب من قبل، إن كنت تريد تفاصيل أكثر يمكنك مشاهدة الفيديو الخاص بمراجعته على قناتي. الصراحة أرى أنه جهاز مناسب ولطيف، وأعجبت كثيرا بالمواصفات التي يقدمها مقارنة بسعره الذي يتراوح من 4.5 ملايين حتى 6 ملايين. ننتقل بعدها إلى Asus VivoBook الذي دائما أنصح به للمواصفات الأسطورية التي تقدمها Asus للمستخدمين، وكذلك الشكل الجذاب الذي يعطيك تجربة جميلة وفخمة مع هذا الجهاز. سعره يتراوح من 5 ملايين حتى 8 ملايين. ثالثا عندنا جهاز Acer Swift 3 الذي هو كذلك أعجبت بتصميمه الجذاب والفخم، ودون أن أتغاضى عن تجربته المميزة والسرعة التي يقدمها معالجه من الجيل السادس والذي يأتي بحجم 13 إنش. أعتقد أنه يناسب الكثير من الطالبة في التنقل والعمل عليه في أي مكان. عيب الجهاز يكمن في سعة التخزين 128 جيجا بايت التي أعتقد أنها لن تناسبك في تحميل الكثير من المستندات عليها، ولكن يمكنك حل المشكلة عن طريق اقتناء قرص خارجي. سعر الجهاز 4.8 ملايين. الآن سوف أعرض عليكم تحفة مايكروسوفت السيرفس برو جو التي تسمح لك باقتناء تابلت ولابتوب في وقت واحد، لأنه يمكنك تسجيل الملاحظات والاستخدام في أي وقت ومكان حسب الرغبة بدون أدنى صعوبة، ومع مواصفات رهيبة تأتيه حسب اختيارك. الصراحة هذه التحفة تستحق الاقتناء، ولكن العيب أن كل شيء جميل يكون غالي طبعا. سعر الجهاز يتراوح من 48 حتى 8 ملايين. نختم قائمتنا بالشركة التي لطالما ساعدت المبرمجين وطلبة الإعلام الأهلي، شركة لينوفو 330S الذي يتميز برامات 8 جيجا بايت تسهل عليك الوصول والعمل على المشاريع بدون لاج كبير، وذلك كما تعودنا من شركة لينوفو وقدراتها على تشغيل السوفتوير بقوة. قبل ما نكمل الفيديو حاب نشكر هواية أدفيرس أجنسي لاستقبالهم. المهم اللي خاصو أدفيرس أو ديزاين أو ستيك أو لوجو يتصل بهم، راح نخلي لكم الحساب نتاعهم في البايو. وثاني حبيت نشكر وورلد أوف تكنولوجي، صفحة انستغرامية تقدم لكم بزاف عفايس ملاح على التقنية. ثاني حية للتسريبات، مهم حتى أنك إذا حبيت تعلم الاختراق أضرب دورة عندهم، غير هما اللي راح يعاونوك. وديديكاس لكم شهاب ومحمد ومهدي، كملوا خدمتكم. وثاني صاحبي زينو SDZN. وإلى هنا أعتقد أنني قدمت فيديو السنة توب بادجت لابتوبز. المهم لو كنت محتار أو عندك مشكل لي، لا تتردد مراسلتي بحسابي دراغون أسامة الذي يظهر لك بالشاشة في الانستغرام أو أسامة وسيم. ولو عندك أي تعقيب أو تعليق أو تشجيع أتركه بالتعليقات، وهيا بيس أوت.